شعرنا شي بليز بليز بعدوا عني بليز. ليه ما بيعملوش حاجه؟ لا انا بخاف منه بس ما بعمل مثلك. تعال تعال انا بخاف الثاني. انت بتخاف وقعد حدك. يلا خليني هون بيناتكم اذا بدك عم تحضري على الطاقية امي انت يا امي برعي. اجرونا مين؟ لا إلي. شو اسمك؟ بسمة. بسمة. شو اسمك يا بسمة بدنا نفتش اجرونا. فتش كيف شفت أنا؟ فتش اللي بدك يا أخي ما شفته شو عامل. بس اقعد. يلا. بس. ها بس. بابوي. ضحية الله مش لإلي. لمين؟ هذا يا بسمة. السوق. مش لإلي ماري مش لإلك يعطيك العافية شو مش لإلي خلي مين فوق ما بعرف فين أنا لي سلمنا الإدارة وهذا جرور بس مش لإلي تبارك اللي عم يشوفوا له يسار الموضوع ما صدقت وحياة الله مش لإلي مش أنا اللي حطيته هوني حطهم حدا من رفقاتك حطهم هيك ما بعرف ما في كاميرات ما هن راجعوا التيبس أنت بدك تعرفي ولا راضي ما بعرف صبايا اذا بعد حدا عنده بجارور ما تفرق بعد في حدا راح اكلهم ولا بخافوش نو شيش وش مش انا صح بس وحياة الله مش انا وحياة امي لا مش انا وحياة الله مش لإلي ابراهيم بدي جايبه لك ابراهيم حط لك انا بخلص واخذ الكيس ايه لك انا شوفه من حاطه مش انا مين حطهم بجنوني؟ ما بعرف شو اجوا بالتاكسي؟ من وين رح يجيبوا من وين؟ ما نحن بيرافقونا سكيورتي وين ما بنروح وما بحكي حدا انا ما بعرف بسمع ضيعتي علينا صف مدام ميري شو ضيعت عليك صف مدام ميري مش انا شو هيدا؟ كفايش خذوها هاي اللي تخبوا نزل عليه بطله وتخبوا انا نعزبكم تطلعوا شو يلا اوكي 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 يلا اوكي يلا يا مامي يلا يلا يا مامي مش انا ابراهيم مش انا مع مدام ماري انا مالي شغل وحياة الله مش انا يلا حسابك معي انا مالي شغل مدام ماري مدام رولا لقوا الغرض عند بسمة بدرج بسمة اوكي بس ما حسابك عسير بصراحه مدام ميري بس مش انا مش انت بعرف انه مش انت لك كيف سقعت لك كيف سقعت يلا يلا صبايا نرجع عن جي ما بقى تفكروا بالموضوع مع مين خلصنا بكره جايبتكم اطيب شوكولاته رح جيب لكم مع لارا يلا مدام ماري ورقتي معي يلا حبيبتي يلا لا اعطيتيني اياها كانت هاي ورق خلص خلص نسوا الموضوع نغير الموضوع بيت ولا بيت ولا مدام ماري شنو راح نغني شنو راح نغني هلا المره الجايه اعطيكم الورقه وقفيهم وقفيهم خلص ما بقى تفكري بشيء اطيب نوع شوكولا جايبتكم بكره بس شنو الشوكولا اللي كانت مخبيتها بس يا عمي ما بقى تفتح هالموضوع وقف هون وبس تعا ابني شو يعني بدك تقوى يعني الراس هلا يلا انا بس مش انا حدا يشرب جاروري ما فتح لي اصلا جاروري لك يا حبيبتي يا قلبي خلص ولا كلمه معلم معلم ما بدنا ننتبه عليكم انا بقول ايه بس نحن بننتبه عليكم في 100 شخص 1000 شخص عم ينتبه عليكم معلم خلص غير الموضوع لازم تنبسطي يلا شباب شباب معك مدام خلصنا هالموضوع خلص بليز يلا خلينا نغني بو هيدا رقم 7 شوفوا الارموني شو مدام ميري بليز بدك خيو
شو بدك اي كريون؟ سك انا كنت اي كريون مين بده قلم؟ انا كمان بس بليز ما بقى تتوشوشوا بين بعضكم الله يرضى عليكم. منو؟ مين اعطيني هلا برجعكي ما عندها مايك. تشيك يور مايك بليز. انا بدي ابكي هلا لانه انا ما عملت شيء. لك يا عم ما عملتي شيء يا قلبي ما حدا عم بيقول لك شيء. يا دلي يا دلي كيف عملت حالك تسقع وايديا ما عملت شيء خلصنا. شي تري مينيون يمكن كان ثاقب بجزباني مين بيقول لي يمكن ثاقب ثاقب بس مين فتح جاروري انا؟ معليه بنتي معليه معليه ما نحن عيله هون نحن امكم وبيكم وكل العيله طب ما بدنا ننتبه عليكم هيك ما فوضى القصه يلا خلص يلا انا معكم يلا